مهند تذكر إصابتي. في أحد انساها، ما توقعناك ترجع بعدها. طيب ليه؟ كانت قوية شوي، نفسيتك وقت انعدت مرة، قلنا مستحيل نركبها مرة ثانية. بس اني رجعت لها صح؟ ومو اي رجعة، رجعة قوية بعد، صرت تشارك في المسابقات وتحقق بطولات ما حققتها من قبل، كأنك تتحدى نفسك يا فارس. بس اني ما اتذكر، انت عارف من كان السبب في رجعتي؟ اللي كان السبب ابوك الله يرحمه. الله يرحمه. الإصابة اللي أنا تذكرتها الإصابة طلعت صحيحة، بس إني ما أتذكر، أنت عارف من كان السبب في رجعتي؟ اللي كان السبب أبوك الله يرحمه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يا فارس، يلا يلا تلحلح يا فارس، شد حالك. لازم تشد حيلك يا ولدي، لازم تتحمس أكثر، والبطولات والاسطابل كلها تنتظرك يا ولدي. يعني أبوي تبيني أرجع للخيل؟ لا مستحيل يا أبوي، لا لا ما أقدر أرجع. ما في شيء مستحيل يا ولدي، لازم تشد حيلك، لازم حماس. ما أقدر يا أبوي، بعد إصابتي ذي ما عاد أرجع للخيل ولا عاد أبي أرجع، صرت أخاف منها بعد. خاف؟ لا 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 يا ولدي، الخوف هذا ما له مكان، لازم إنك تتغلب عليه وتشد حيلك. حاول انك تقتل الخوف اللي داخلك وانا ابوك، وشد حيلك وصدقني راح تنجز باذن الله. فارس تعال يا فارس، تعال تعال اركب يا ولدي. ما ادري باه، بس والله خايف يا ابوي. لا لا ايش خايف يا ولدي، هذا الكلب صدقني راح يحبك ويطمن لك اذا ركبت. تعال تعال جرب. يعني تكت ان شاء الله ما طيح؟ لا ان شاء الله ما طيح، لو قلبك بس وتر الخوف. وتر الخوف اللي في قلبك الله ساعدني. بسم الله. بسم الله، بس لو تحط يدينك كذا. بس حط حط يدينك كذا. بسم الله. يلا يا بطل. ما شاء الله. ديبان. تعطيني الجام يا ابو. ديبان ديبان يا ولدي. هذه ما شفت كيف؟ تقرب وين؟ في خوف الآن؟ لا والله يا ابو، ما في أي خوف. قرب لي بالذي آه. شكرا. حط رجلك. لا أنت يا ابوي. يلا يا ولد، ما شاء الله عليك تبارك الله. والله تسلم يا ابوي. الله يسلمك. مهند تتوقع بيجي يوم راح امسك هذا الجام على ظهر الحصان؟ راح يجي باذن الله، ومستعد اسوي لك المستحيل لين احقق لك هذه الامنيه. الله يسمع منك. الله يسمع منك.